معكم بوي حمدنا رئيس فريق شباب جنوب كرة القدم بوجدور. اليوم حنا ما كنمثلوش بوجدور بوحدها، كنمثلو جهات العين الساق الحمراء، كنمثلو الجهات الجنوبيه من الصحراء المغربيه العزيزه على كل المغاربه من طنجه حتى القويره. من ناحيه المباراه نحن فعلا المباراه لعبنا ضد نادي عريق، النادي اللي عنده تاريخ هو نادي الرياضي الاولمبيك اسفي، خسرنا نتيجه بهدفين مقابل هدف واحد. نحن بالنسبه لنا كجمعيه شباب جنوب وكفريق شباب جنوب كره القدم بوجدور ربحنا بزاف ديال الحوايج من هذه المباراه. ربحنا حب الجماهير النسويه، ربحنا حب المسؤولين داخل اقليم اسفي، ربحنا يعني حب مكونات الرياضيه باقليم اسفي. ما نتحدث لكش على حفظ المستقبل، شي حاجه انا تخيلتها زعما اش غنقول لك ما نوصفلكش، حتى عطيتها من الكلمات ما غنوفيهاش الحق ديالها، ولكن تاكد على اساس انه هذه المباراه ان شاء الله ما غتكونش المباراه الاولى والاخيره بمدينه اسفي، لان احنا كنا عندنا لقاء كان مع السيد الرئيس السي الحداوي ومنا على اساس انه نفكروا ان شاء الله غنديروا اتفاقيه شراكه، وغتكون مباريات وديه سواء من مدينه بوجدور او مدينه اسفي، في اطار يعني مجموعه من الاحتفالات المخلده لمجموعه من الانشطه الوطنيه سواء المسيره الخضراء اللي هي في الحقيقه احتفالات كنخلدوها وكنعملوا من خلالها واحد المهرجانات رياضيه، ويمكن اسفي تزور مدينه بوجدور، وعطاني وعد السيد الرئيس بحضور الجسم الصحفي لمدينه اسفي، وحنا كذلك نفس الشيء. اليوم حنا هذه المباراه ربحنا منها بزاف ديال الحوايج، ربحنا الحمد لله حب المسؤولين داخل اقليم اسفي، في الحقيقه الدعم اللي قدم لنا السيد عامل اقليم اسفي بالتنسيق مع المسؤولين داخل اقليم اسفي ما يمكنليش ننساه، خاصني نسطر عليه يعني بخطوط من ذهب، لان هذا المسؤول الاول بالاقليم ساعدنا اكثر على اساس انه غادي نزيل اسفي كمضيافتنا لمده 3 ايام، وهادشي ماشي غريب علينا نزيل اسفي. الحمد لله وفروا لنا جميع الظروف باش نشتغلوا باش يمكننا الخوض مباراه قادمه بمدينه ورزازات. الربح ديالنا الاكبر هي هذه الوجوه التواجده. من خلال منبركم كنبغي نشكر كل ممثلي وسائل الاعلام داخل اقليم اسفي اللي في الحقيقه حجوا لهذا الملعب المسيري اللي هو في الحقيقه معلمه، وانا مع مطلب الجماهير على اساس انه احنا مطالبين باش تكون واحد التوسعه، لان اليوم اسفي باحتلال الرتبه الرابعه كتجي مجموعه من الانديه اللي هي مختلفه اللي في صبره الترتيب، يعني نادي الوداد الرياضي، نادي الرجاء، بركان، حسينيه اكادير. مدينه اسفي ان شاء الله بحاجه ماسه لملعب كبير بمقومات اكثر وبامكانيات اكثر، لان هذه الطاقات الشابه اللي كنشوفها كتشتغل والطاقات اللي كتشتغل على مستوى ملعب المسيره هي في حاجه لملعب كبير. احنا ان شاء الله كونوا مؤكدين على اساس ان مدينه بوجدور هي مدينتكم الثانيه، مرحبا بكم وسهلا في اي وقت سواء في الشق الرياضي او في شتى المجالات. احنا راه الاشاره وش غنقول لك؟ ما عندي ما نوصف، غنقول لكم في الحقيقة وفيتوا وكفيتوا، وإن شاء الله واخا نجوا بوجدور نبغوا نردوا لكم الجميل ما غنقدروش. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.